التعاون. هذه كرة اللعب لصالح الاتفاق، فرصة هدف ثاني، فرصة هدف ثاني، وجاء الهدف الثاني الآن من يوسف السالم. كرة يوسف السالم تصل لشباك الحداد، يسجل فيها الهدف الثاني للكوماندوز. الاتفاق يعود للتقدم مرة أخرى في المباراة مثل ما صنع في البداية مع الدقيقة الرابعة قبل أن يعادل نجران في الدقيقة 11. يعود الاتفاق لتسجيل ثاني أهداف الآن بواسطة يوسف السالم الذي يسجل أول هدف شخصي له في هذه المباراة والهدف الشخصي التاسع له في الدوري بهذا العام.